أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد أن الصناديق السياسية التابعة لأربع حكومات خليجية خسرت حوالي 350 مليار دولار في 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على استثماراتها. وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2009 أن جهاز أبو ظبي للاستثمار الصندوق السيادي التابع لأبو ظبي كان الأكثر تأثراً، إذ خسر 183 مليار دولار من 453 مليار دولار كان يمتلكها نهاية 2007. أما الهيئة الكويتية العامة للاستثمار الصندوق الكويتي السيادي فقد خسرت 94 مليار دولار، وبلغت خسائر الصندوق القطري 27 مليار دولار، وخسرت الموجودات السعودية 46 مليار دولار في 2008 بسبب الأزمة.